اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم المالطا فندي. النهارده الحلقه بعنوان يلا نفرح، بلا غم بلا كورونا، ما مش كده يعني، مش هنقعد في الهم والحزن 24 ساعه. بس ما بقولش كبروا دماغكم الموضوع، ما بقولش ما تاخدوش الاحتياطات الواجبه، لا، هناخد احتياطاتنا، ننزل شغلنا، واول ما ارجع من شغلي على بيتي على طول ما اطلعش الا للضروره، ابقى حريص جدا. الموضوع كبير مش صغير، بس في نفس الوقت بلاش كبت وبلاش حزن وبلاش غم، واحنا جينا النهارده مخصوص علشان نفرحكم، وما جيناش لوحدينا طبعا. كالعاده بيبقى معايا الناس اللي انت عارفينها، الخواجه نوز حبيبي مالطا فندي. عامل ايه يا حبيبي؟ منور يا نوز. انت اللي منور. وكمان معايا الزغلول المذهول. حبيبي يا مالطا فندي، مش معقول، منورني والله. والغائب العائد بعد غياب، ابو العينين حسوده، منور حبيبي يا مالطا فندي. يا جامي عامل ايه يا ابو العينين؟ تمام يا مالطا فندي، وحشتني. عليا نعمه مالطا فندي، وحشتني. الجمهور كان بيسال عليك ابو العينين. انا كنت مكرون كده مالطا فندي في الحجر الزراعي. انت عارف بقى مالطا فندي بقى الكورونا بقى، والواحد بقى خايف على نفسه وعلى عياله مالطا فندي. السلام عليكم. خلونا نرحب ببقيه الضيوف يا جماعه، مش كده؟ ومش بس دول اللي هيفرحوكم، في اكتر حد النهارده ضيفنا وضيف البرنامج اللي انا متشرف بوجوده معايا النهارده، اخويا وحبيبي وصديقي الفنان الجميل، الفنان الكبير وليد الحكيم. حبيبي يا استاذ حازم، ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا معاك والله. ربنا يكرمك، انت منورني وانا سعيد جدا بوجودك معايا. الله يخليك يا حبيبي. وان شاء الله نقدر نسعد الناس ونخرجهم من المود والجو والخوف والهلع اللي احنا فيه بتاع الكورونا دوت، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحميها. انت منورني ومشرفني ان شاء الله. ربنا يكرمنا رب، ونعمل حلقه موفقه كده ونبسط الناس معانا. وانا طبعا عايز احيي حضرتك طبعا ان انت اتحت لي الفرصه الجميله دي. ده شرف لي استاذ حازم مالطي، طبعا اخويا وحبيبي. وانا مبسوط جدا ان انا معاكم، ان شاء الله ربنا يا رب يوفقنا. حبيبي يا زوليد. كمان معانا عازف الكول استاذ اسامه عباس حبيبي، وعازف الاورج المتميز فادي جميل. قلت صح؟ سقفوا لي بقى. الله عليا. برافو مالطي، يحيى المالطي. اعزائي المشاهدين، ابقوا امام الشاشه، سلكوا ودانكوا، اسمعوا طرب اصيل، مش دربكه وهيصه وتطبيل، لا، هنسمع فن جميل، فن من الزمن الاصيل، مع الصوت الرائع والجميل الاستاذ وليد الحكيم. سمعني ايه على طول كده؟ قبل ما نتكلم في حاجه، احنا نغني الاول، نفرح الناس وبعدين نتكلم. يلا بينا نفرح. يلا يا باشا نغني، نفرح الناس ان شاء الله. نسمعهم ايه بقى؟ احنا كنا نقول ما نحرمش طبعا الاول، بس هنقول ايه لو نويت تنسى اللي فات. ماشي، ونخلي ما نحرمش بقى عشان كلنا هنرقص طبعا. قول لو نويت تنسى اللي فات، عشان عايزين ننسى اللي فات والحاضر دلوقتي برضه ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا ننسى اللي فات مع فنان وليد الحكيم. اتفضل يا باشا. تعالى يا سيدي، تعالى جنبنا. يلا بينا. الله، يلا بقى نسمع سقفه كده بقى. يلا يلا. يلا ايوه، ما تجيب لنا الصوت جوه عشان نعرف نعيش ونستمتع. يلا يا عم بتاع الصوت.
قالوا الناس انك بيعني، يا ما قالوا الناس علي، قالوا الناس انك بيعني، يا ما قالوا الناس علي، قلت شاري سيبوا يبيعني، انا قلت شاري سيبوا يبيعني، زاد كلامهم حبي ليك، قالوا الناس انك بيعني، زاد كلامه حب لي، بلاش تشمت غيري فيا، بلاش تلومني على اللي فات، بلاش تشمت غيري فيا، وبلاش تلومني على اللي فات، انه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، انه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، ليه جرحني بكلامك؟ طب ما تجبر، يلا بقى سفا حبايب، والحب فينا دايب دايب يا حبيبي، وبكرة يا حبيبي. أيوة أحلى أبو العينين. لسه فاكر يديلك امان، ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان، ولا
الزهراء توصل الشوق بالحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان يلا بقى كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي ويا عمري كانت الأيام ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين ولسه مكملين معاكم معانا النجم والفنان وليد الحكيم اللي منورنا ومشرفنا حبيبي حبيبي يا مالك فندم ربنا يخليك يا نجم يا نجم انا شعر ايدي وقف من احساسك يا ربنا يخليك يا حبيبي والله روعه جميله لا ده جميل قوي بجد احساسك عالي عالي قوي انا عيط انا مبسوط والله عشان ابقى معاكم حبيبي الله يخليك يا نجم الحمد لله نعم نعم انا عاملين وعوضين ومحمدين وكل حاجه فيها ايه اي حاجه فيها الدوس الذهبي ده ايه الحركه دي بصملك بالعشره الحمد لله هينزل قدام ابو الهنين اللي اتسب بس هينزل برسيم من فوق كده اللي انا عايز اعرفه لك يعني مش واخد انت بالك منه ابو الهنين ده حساد يعني بيحسد الناس والله يعني كان معانا في حلقه هنا قبل كده في الاول حلقه يجي معايا هنا البرنامج الاستوديو ده جامد قوي يا مالطا فندي بقى اللمبات طوع علينا فاهم انت خلي بالك بقى ربنا يستر ما فيش خش على اسمها يا مالطا فندي اللي بتدوس عليها دي اللي دي اللي بيدوس عليها دي اللي بتنزل حاجات كده دي اسمها ايه دي باز الباز ايوه باز انا بقى اوجع عليه الاضاءه والحاجات دي اللي بتوجع عليه باز يا واد خلاص خلاص بس واحد الله ربنا يسترها مفيش حاجه تبوظ واحد الله بس ايه ده الحمد لله احنا ربنا حمينا الحمد لله الحمد لله لا ربنا يحفظك ده حسنا رجاء ربنا يحفظنا يا رب يعني على فكره احنا مش بنهزر ده هو بجد الواد ده حسود ده حقيقي يعني لو معاك اذكار انا عن نفسي هعمل نفسي مش شايفه ده حسد ده يعني ما كنتش كده راح التراب يقرا فاتحه على ابوه حسده ان هو مات قال له ايوه نايم انت مرتاح في التراب وانا متبهدل في الدنيا بيحسد ابوه الملك صح تاني فظيع بعدين برجع التراب انا ما كنتش كده هو ربنا يكرمه بقى بالقوى منه لا بص انا كان شارب كان جدك ده شارب ده بص له بقى لازقه كده هو بس معرفش من دي هو تلاقيه بس البصه بتاعته جت في النص عشان كده فضل شويه قال لي عينه جميله قوي يا زغلول عينيته على طول معلش يا زغلول حقك عليا ما بقولوش عليك انت ما تخافش لا مش عليك انت بقول ليه ايه طلع بره عندنا يا ابو ده ما تزعلوش ده ما تزعلوش حطوه في متحف حطوه في متحف ايه متحف ايه حطوه في متحف على طول انا ما بعرفش اقول لها عليا نعمه يا ملتفدي هو ده خواجه علمك يا ولد أيوه. ده جاي سلف سلف كان بيقول عايز 5 جنيه من شويه قلت له امشي يلا بعيد عني طب وايه يعني اما خواجه يتسلف يجي يروح يجري يما خواجه على طول مجنون ده جاي من بره في توفي خواجه على طول ده يا ابني فاكر خواجات زي زمان تقول له ما ايوه جابوا لك كورونا معاه ما في خواجات بمفلس عادي الخواجه كده بيجي يا حبيبي انا يسرع عنتر جيافات انجينير وبقى ايه يا عصاك ده انت اخر تبقى الدنيا حلوه اخرك شرحتني يا ولد يا زغلول ايوه لما اكون زميلك بيتكلم يا حمد ما تقطعوش اصلا بقول لك مش عارف ايه ليه وانا كل حلقه اقعد اقول لك كده يعني ودع اخواتك يا ابني خلاص يا عم بقى يلا خلاص بس خلاص كلم يا ولد اعزائي المشاهدين هنرجع ونعيش ونستمتع مع اخويا الفنان وليد الحكيم اللي قطعنا الفاصل عليه والاستاذ عزت تظبط لنا الدنيا بقى عشان ايه نعلى ونعلي الناس معانا ونفس تليفوناتكم بقى تواصلوا معانا قولوا لنا ازاي بتحاول تفرح في عصر الكورونا بتسلي وقتك ازاي في البيت في العزل اللي احنا عاملينه دوت يعني يعني بتحاول تفرح نفسك وولادك ازاي بتحاول تدخل على نفسك البهجه ازاي في ظل الاجواء ديت كلمونا وقولوا لنا واحنا معاكم مستنيين تليفوناتكم اتفضل يا فنان سمعني ايه بقى يلا بينا هنقول ما نحرمش العمر منك طب ما انت عندك حاجه حصر احنا عايزين نسمعها بقى هنقولها برضه ان شاء الله يعني هتلحق هنقولها بعد ما نحرمش على طول طيب نسمع ما نحرمش وبعدها حاجه حصري يلا بينا طب معلش يا فنان ناخد ام سعيد الجمهور يعني اهلا بيك يا ام سعيد حازم عامل ايه الحمد لله بخير
نور الدنيا والله. الله يكرمك ربنا يخليك. كمان فرحنا والله بالبرنامج بتاعك ده والله. الله يخليك، احنا بنجتهد وكله على الله ان شاء الله. يا جماعه مساء الخير. ربنا يفرح قلبك يا رب زي ما فرح قلبك. مخلص قوي يا مساعيك. ازيك يا ام سعيد؟ كل سنه طيبه. وانت طيب يا شغلال عامل ايه؟ الحمد لله تمام و100 100. بقول يا ام سعيد غيرنا الميعاد وبرده اتصلتي مخلصه قوي. يا والي. الخواجه عامل ايه؟ اهو خواجه اهو. ازاي سعيد عامل ايه؟ كويس مصبيه اهو. ايه؟ طبيه بقى اليومين دول. خلي عينها عليك. ما تطلعوش بره بقى عشان بتاع الكورونا دي. يا ابني يا حبيبي قايل لك 50 مره ما كنتش بتكلم ما تقطعش عليا. بشكرك يا ام سعيد وعلى الكلمات الرقيقه دي. تحياتي شكرا. هات البتاع ده. هات البتاع ده. عارفك كده؟ مع يلا يا ولد. المالطه فين ده ابو طربوشين؟ خد يا ابني. خد انت ليك طربوشين؟ واحد لقى طربوش واحد. يلا يا جماعه نرجع بقى ونعيش نستمتع مع الفنان وليد. اتفضل يا فنان. يلا بينا. اتفضل يا فنان. اتغنى وانت قاعد؟ تعال جنبي سامع كده. اه يلا. يلا يلا. اسخن هو ده. زغروطه بقى مين واحد زغروطه يكون. ايوه هو ده. العمر منك يا مالطة فني. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك. عينيك الحلوة دي الحلوة دي. شمعة حب بتنور في قلبي وانت جنبي كل همسة
وكل لمسة قلب شمعة حب بتنور. يلا بقى يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا خواجة يا حبيبي يا زغلول يا حبيبي يا ابو العينين يا حبيبي يا مالطا فندي يا مالطا فندي يا مالطا فندي يا حبيبي يا ابو يا مالطا فندي يا اللي حبك يا اللي حبك يا اللي حبك طب انسى وانا حنسى 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 طب انسى وانا مش هنسى اوعى تنسى وانا مش هنسى طب انسى وانا مش هنسى يا زغلول اوعى تنسى يا خواجة اوعى تنسى يا ابو العينين اوعى تنسى يا حبيبي اوعى تنسى يا مالطا فندي اوعى تنسى طب انسى وانا هنسى انا مش هرجع لك تاني انا مش هرجع لك الله الله عليا اللعبه انت جامد والنبي انت نجم 100% يا جدع حسين مراضينا عليك حبيبي حبيبي الف سلامة على على شعوركم كلكم والله معانا هاتف ها ايه هاتف دي الو الو معانا على هاتف الفنان هوبا ازيك يا استاذ عامل ايه منور الدنيا يا نجم النجم هوبا طبعا معروف الفنان الشعبي الجميل اللي منور الدنيا كلها منور برنامج المالطا فندي وسعدت بمداخلتك ربنا يخليك الخواجة بيمس عليك يا هوبا حبيبي يا خواجة ويلكم يا هوبا زغلول ربنا يخليك ربنا يخليك عامل ايه؟ اهلا مسا عليك يا فنان ابو العينين بيمس ربنا يخليك ابو العينين حبيب قلبي اتفضل يا فنان اتفضل كل طيب كل سنه وانتم طيبين بالصحة والسلامة معانا الفنان وليد الحكيم طبعا طبعا ده اخويا حبيبي اخويا وحبيبي اخويا وحبيبي وعشرة عمري يعني من فنانين محترمين اولا ومجتهدين وبالبلدي كده راجل شيء وتعب يعني احنا شقيانين وتعبانين يعني مش جايه كده بالصدفه يعني بالعكس التعب اخويا وحبيبي طبعا نجم العالم طبعا اخويا نجم هوبا وعشره عمري طبعا وحبيب قلبي ربنا يخليك على الكلام الحلو ده يا حبيب قلبي انت نجم العالم باخلاقك وباحترامك وبفنك والله العظيم مفيش حته على الهوا كده يا فنان ايه يا حبيبي حته على الهوا كده لما تجينا الاسبوع الجاي بقى لا ده انا عينيا ده شرف ليا الله يخليك بس حته على الهوا لحد ما تيجي عينيا حاضر يلا الله يسامحك يا زمان الله يسامحك يا مكسى حزن اكتر من اللي احنا فيه ايه يا فنان الله يسامحك يا هو احنا عايزين نجرس ونشرب كده هو دلعني دلعني ايه
وشربت حجرين على الشيشه. ايوه كده هو ده. ايوه دي عايزين نشرب الشيشه ويحيى الشيشه. وياني ياني ياني مش هعمل كده تاني. اه ياني 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 مش هعمل كده تاني. حبيبي يا فنان. اوبا 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 حبيبي يا هوبا، سعيد جدا بمداخلتك وبشكرك على المداخله الجميله. ان شاء الله معانا الاسبوع الجاي الفنان هوبا، نورنا وشرفنا في البرنامج. تحياتي ليك، بشكرك يا فندم، الف شكر. حبيبي يا هوبا استاذ وليد بقى، خلينا نتكلم شويه يعني الفن الشعبي انت شايفه رايح فين، وشايف الفن الشعبي هل يعني ليه دور في الموضوع بتاع ازمه كورونا والناس يعني هل الفن فعلا فيه ممكن يقدم رساله دلوقتي؟ هل يقدر يساعد الناس بخلال يوصل لهم رساله يقول لهم حافظوا على نفسكم، حافظوا على صحتكم، اقعدوا في البيت بلاش زحمه؟ هل ممكن الفن يسلي الناس؟ انا قاعد في البيت ممكن يعني اسمع ايه يسليني؟ هل الاذواق مختلفه؟ انت شايف الفن فين في الازمه اللي احنا فيها دي؟ طبعا الفن طبعا ليه دور رئيسي طبعا في الازمه اللي احنا فيها دي. بس قبل ما تجاوب ايه رايك فانا بتكلم جد؟ حبيبي انت في كل الحالات زي العسل. الله يخليك والله العظيم بجد يا مالطا فندي. انت انا طبعا مبسوط ان انا معاك النهارده، وعايز اشكر طبعا اخويا وحبيبي الفنان هوبا طبعا على المداخله الجميله دي، لان هوبا فعلا من الناس المقربه لقلبي قوي يعني. هو فنان جميل ورائع ومحترم وصاحب حس واخلاق يعني. ونجم كبير يعني. انت عارف الحجرين اللي شوم على الشيشه دول؟ انا اللي كنت قاعد معاه. كان حجر ليه وحجر ليا. بس هو طلع في الاثنين خده. طبعا هو الفن طبعا لازم يكون ليه دور ايجابي في الازمه اللي احنا فيها دي، وان احنا كلنا لازم نوعي بعض. انا عن نفسي يعني ممكن تلاقيني كل يومين ثلاثه بعمل لايف كده وبوعي اصحابي واخواتي واهلي ان احنا لازم نلتزم البيت، ولازم نساعد بعض ونخاف على بعض، نخاف على نفسنا ونخاف على اولادنا ونخاف على اخواتنا ونخاف على بلدنا طبعا، يعني لان احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ربنا بامر الله يعدينا من المحنه اللي احنا فيها دي ان شاء الله. ان شاء الله تعدي على خير. ناخد طارق من بني سويف لانه على الخط من بدري. طارق من بني سويف، اهلا بيك يا استاذ طارق. ازيك يا باشا؟ انا زي الفل يا باشا. جميل خالص. الله انت اجمل، انت اجمل يا استاذ. والله العظيم البرنامج بتاعك جميل وبيخلي الناس ترفه عن نفسها وتنسى الحزن شويه. يا حبيبي ربنا يخليكوا يا رب، يسعدكوا يا رب، واحنا بنسعد بسعادتك. الناس لازم تفك شويه من الموضوع ده. حقيقي حقيقي. ويخلوا امورهم على الله ويسيبوها على الله. ونعم بالله ربنا يحفظ مصر والمصريين. ويسمعوا كلام وزاره الصحه ويعملوا بيها وهي نظافه. ما احنا العالم كانت برضو في ناس معفنه شويه. النبي عسل، النبي عسل، بني سويف عسل وحلاوه بني سويف. عامله زي توفر البتاع، مش عايز اتكلم بس. لا بس ما اتكلمش حلو كده. والله انت عندك دوت اللي بيغني ده، والله يسلم لي عليه وصوته حلو. حبيبي ربنا يخليك عم بيمس بس عليك. لا والله على راسي يا حبيبي. بتكلم منين في من سويف يا طارق؟ ما تخلصش الحلقه، كمل شويه. الله يخليك. مش هخلصها، كمل. الله يخليك. العيال قاعده فرحانه والله، عماله تتنطط. ربنا يفرح، ربنا يفرحكم يا رب انت والعيال. قول لي بس بتكلم منين في من سويف؟ بتكلم من هنيسيا. بتكلم من هنا؟ هنيسيا. هنيسيا دي بلد يعني ولا ايه؟ هنيسيا دي ايوه يعني مركز ولا قريه؟ اه هنيسيا قريه ولا مركز يا من بني سويف؟ وخلاص يا استاذ انت ماشي. احلى سلام لهنيسيا المركز وهنيسيا القاري. يا سلام، احلى تحيه لهنيسيا المركز وهنيسيا القاري. المركز يا حاج، المركز مركز يا حاج. اشكرك يا استاذ طارق من بني سويف، احلى تحيه ليك، ومفيش تحيه للمعفنين، وبشكرك على هذه المداخله حبيبي. اقول لك انا بقى مالطا فندي. قول يا خواجه. بعد بهوش كتير كتير كتير. بحوث بهوش. محطه البحوث اللي في الدقي؟ لا لا، بهوش ورق ورق. بحث. مش منظمه الصحه العالميه بتقول لك الفيروس بيلزق في الايد؟ إيه؟ بيلزق في الايد. بيلزق في الايد. ايوه. انا جات لي فكره ما جاتش لحد في العالم كله، وانا اللي اخترعت علاج كورونا. ازاي بقى نموت الفيروس؟ نعمله كده يموت. ما هو كان هنا عامل كده. يعني هو ما لزق على ايدك، لما تعمل له كده تقتله. مش بقول لك يا مرتضى بيتخض هو. الله عليك. مش بقول لك خواجه جايب بلاش بيخض الفيروس. لا عبقري. اسمع بقى مني، اسمع بقى مني، هي فكره برضه. علاج الكورونا هو فحل بصل قد كده. ايوه. واتنين توم. ايوه. وحته ملوخيه دي اللي هي الشلاوله، ودي ملوخيه شلاوله. ايوه جميله قوي دي. وتدقهم بقى في البتاعه دي، اسمها ايه يا مولتا فندي؟ المدق. المدقه دي تستحمى بيها. تاكل كل يوم. عندك في الغيط يا حبيبي. واهم حاجه يا خواشه تستحمى، عشان انتوا الخواشات ما تستحموش. انا بس 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 انا قاعد جنبك يا ولد.
انتوا الاثنين بتستحموا وانتوا الاثنين حلوين بس كده وكده. الخواجه حلو وابو العين حلو مسكرين. انت بقى وضعك في القصه دي؟ انا وضعي بنادق في النص اهو بيخانقوا مع الاثنين وعمال يسالك واسالك اسالك من ده واسالك من ده مش ايوه العلاج ايه يعني؟ العلاج ايه؟ هو اللي عنده فيروس كورونا يعصر على نفسه ليمونه بس وخلاص على كده. لا جاب الحل لا حيوم حيوم لا لا تحيه كبيره يا ملتفندي. نعم عليا نعمه يا ملتفندي. انا مستعمل ده زغلول والله انا اللي مش مستعملك على فكره. انتوا انتوا مش مستفيدين عليا النعمه. انا عايز اقول لك حاجه. انا جافي البناخير ايه اصلا كبرت منين يعني؟ قاعد عمال مش عارف بقى واجل 20 طب بس بس احنا على الهوا. ده فين دي يا ولد؟ احنا على الهوا. انت مش شاور على مين يا ولد؟ انا مصطفى دي حقيقه. لا ده بتكلم عليك انت يا جهول يا خواجه يا سيد اي حاجه. عايز ايه يا ولد؟ بيقول عليك انت مصطفى على الهوا. امال امبارح في فيلم مقطوع منك كده حاجه برتقالي كده مدوره وبتفتح الاسئله خلاص. بس خلاص بس بس, بس 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 ده عشان نشتغل بس عشان ما تزعلش. انت كنت مؤلف اغنيه باين كده للكورونا ممكن تقولها. أيوه. تقولها اقولها كده اقول ليه كده؟ طب ما اشتغل معايا كده بتاع المزيكي اللي هي عود البصل. ايوه ايه تي 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 تيري ينفع ولا صعبه؟ لا ايه خليك معايا كده ماكش دعوه خالص باللي انا بقوله. اي حاجه خلاص هتعمل بتاع البتاع دي اعمله. يلا مش قول. طب قول هو هيركب عليك. هيركب معاك. هتركب فين بقى بالظبط؟ قول انت بس. صاحب معجب بالشباك. يلا اللي هي عود البصل. قالوا لي يا زغلول خليك هنا معزول لا تروح ولا تيجي لا يجي لك الفيروس كنف نفسك في البيت واقعد جنب الكتاكيت اتسلى ولع كوكر او بطشي لو حبيت وبعد عن الكورونا والشارع والبلكونة صليتم واغسل وامسح بيتول لو عايز تستحمى اطلق شوار كحول والبس كمان كمامة وجوانتي وبجامة كمامة وجوانتي وبجامة. ها الكل ياخد باله يا جماعة مع السلامة. لازم الكل مع السلامة. والله ناسي خلاص. يلا قول بقى نصيحة بس معلش. هو انت ويب جامد يا ولد بس هو لسه بقى ناسي والله ناسي بس ناسي ناسي بس والله زي الفل. ناسي نسيت يا زغلول. والبس كمان كمامة وجوانتي ويب جامد واشرب خل بليمون. قول لي لا عليك عيب عليك ونخش جوايا قول منهم دقيقة واحدة. لا ما هي ويقعد يكرر فيها يا انت كمان. ما بقول لك البس كمان كمامة بس والله زي العسل. طيب لحظة 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 لو سمحتوا معانا على الهاتف. لا معانا تليفون بقى نسمع. ايوه بقول تليفون اهو. معانا الفنانة سوما العدوي. اهلا بيك يا فنانة. اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. تحية اسرة البرنامج. ربنا يخليك المنصف عندي منورين الدنيا. ميرسي ميرسي كتير ربنا يخليك. وطبعا الاعلام الجميل استاذ حازم منور الدنيا. ميرسي ميرسي جدا. ان شاء الله ربنا يخليك يا فنانة. اسلمي. قولي لي يا فنانة. نجم مصر. قولي يا فنانة. نجم مصر وليد الحكيم. طبعا طبعا الله يخليك. ربنا يوفقه يا رب. ربنا يخليك يا نجم. الله يخليك كمان ووفق كل نجومنا وفنانيننا. قولي لي يا استاذه سوما كلميني بس يعني عايز اخد منك كده حته عن الفن. انتوا انا حاسس ان الفن وكل اللي بيعمل في هذا المجال تاثر بهذه الازمه فانتوا شايفين الموضوع ده ازاي؟ والله هو كلنا تاثرنا بصراحه يعني مش فنانين بس. يعني هو الشعب كله تاثر يعني وان شاء الله تعدي على خير باذن الله. طيب انت شايفه ايه اللي ممكن نعمله كفنانين او امهات في البيت او يعني اي حد انت من وجهتين كست في ست بيت موجوده في البيت دلوقتي ايه اللي تقدري تعمليه عشان تدخلي البهجه وتغيري مود اهل بيتك اللي معاكي وانت كفنانه دي الوجهه الثانيه ايه اللي ممكن تعمليه؟ ده سؤال طويل قوي. بس يا بس يا شعراوه ما اتكلم جد ما تهزرش. احنا بقى يعني كفي البيت بقى احنا يعني بقعد بقى اهزر معاهم على تيك توك ونلعب سوا وخلاص وشكرا على كده. هعمل ايه يعني؟ واخده ترند على التيك توك ولا ايه كلام؟ لا طبعا تمام. تمام. طيب ايه رايك ما تسمعي حاجه بقى للجمهور كده وانت معانا على الهوا برضو؟ احنا معانا نجم مصر بقى وليد الحكيم. احنا طب بس لا نسمع منك برضو. حاجه برضو. احنا كلنا موجودين هنا عشان نفرح الناس. وطبعا اجدع اداره ابو مندو منور الدنيا طبعا. طبعا طبعا استاذ اسامه ابو مندو حبيبي. اسامه ابو مندو طبعا. نسمع منك حاجه وبعدين منه هو حاجه على طول بعد حضرتك. طيب
اه انتوا بتدبسوني بقى يعني حاجه كده 30 13 ثانيه 5 ثواني خلصت كده بشكرك. اتفضلي يا استاذه قولي. تمام. ها يلا قولي. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكايه وداري عليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكايه وداري عليه. ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من اهلي وصحابي. كفايه. بشكرك رائع. الله الله. سقف الفنان الجميل. جاي علينا ليه؟ تسلم يا فنان. بنشكرك يا فنان على هذه المداخله الجميله. الفنانه سوما بشكرك نورتينا وشرفتنا بالمداخله الجميله دي. ولسه معاكم مكملين وربنا يقدرنا ونقدر نسعدكم. والفنان وليد الحكيم وحاجه حصري احدث اعمال فنان وليد حكيم حصري لبرنامج المالطا فندي عشان نفرح الناس. وبقول مش خساره في المالطا فندي ومش خساره في شعب مصر عايزين نفرحهم ونسمع اصحى لا يغفلوا وياكلوا من ورانا التونه. اتفضل يا باشا. تعالى بقى جنبي هنا عشان ده انا مشغل لك بقى بلازم ايه روعه. اتفضل يا باشا. عاملين حاجه جديده كده اسمها اصحى لا يغفلونا. دي كلمات مودي ولحن وليد الحكيم وتوزيع عماده الفظيع وطبعا تحت اشراف واداره الرئيس اسامه ابو مندو حبيبي. صولات اورج طبعا وعازف الموسيقار فادي جميل عالمي عالمي فادي جميل اسامه كولا حبيبي حبيبي اسامه. الراجل ده بيأثر فيا قوي بتاع كولا حبيبي قوي. يلا يلا بينا. سمعني بقى ولعلعني بقى عشان ومتعني بقى عشان نمتع الجمهور. الله يا سوسامة. او يلا. بقول يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا الله. أنا عاوز أقول كلام عالرايق بس المزاج مش رايق. بقول أنا عاوز أقول كلام عالرايق بس المزاج مش رايق. غدر الصحاب فوقني غدر الصحاب يا مالطا فني فوقني. بالعكس بالعكس مش متضايق ده مهما طالت غيبتنا ده برضو حافظين قيمتنا واللي جابوا بسيرتنا مصيرهم يعرفوا ان
بني ادمين معلش بس ونحكي لمين احنا تعبنا بني ادمين معلش بس ونحكي لمين احنا تعبنا بني ادمين ما عملته فتحين طب كده عالرايق انا مش هتضايق كده عالرايق انا مش هتضايق كده كده عالرايق كده 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 عالرايق انا مش هتضايق طب كده 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 عالرايق انا مش هتضايق كده عالرايق انا مش هتضايق كده 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 عالرايق انا مش هتضايق واللي هيفضح مفكره طب اصحى لا يغفلونا دول ناس ولا يشغلونا مهما قالوا علينا منهم احنا استوينا اصحى يا عمي لا يغفلونا دول ناس ولا يشغلونا اصحى يا عمي لا يغفلونا نجم لامع في السماء وهو بعشقك انا حبيبي عالرايق والله الجمال ده عالرايق والله انت اللي عالرايق والله علامي والله ايه والله والله انت فنان نورتنا النهارده ومشرفنا ربنا يخليك وفرحت جمهورك وسعدت ناسك وربنا يسعد ايامك ده الله يخليك يا حبيبي ربنا يخليك يا رب انا مبسوط طبعا ان انا معاكم والله بجد اهلا مبسوطين يا عم خلي بالك انا متابع البرنامج كويس جدا ده شرف كبير والله بجد ومتابع برضه زغلول وابو العينين طبعا الكلام اللي هو بيقوله طبعا انا عارف ان هو مش جد يعني الخواجه طبعا حياتي ليه حبيب قلبي منور الدنيا انا جاي من انجلترا النهارده عشان اكمل يا رب خليك يا حبيبي مش عشان قاعد معانا بقى عشان بقى خلاص مفيش سفر انا عايز احكي لك الموضوع بجد انا اول ما قلت للخواجه طبعا بكلمه في لندن النهارده الصبح بدري يعني طبعا ده عندهم هناك في لندن وباء وبتاع وكورونا ومش عندنا يعني احنا هنا فهو حابس نفسه اهم حاجه ان انت تفضل في البيت لا صح حابس نفسه على سطح البرج اللي هو الكبير ده فوق الشعلة كده مش عارف اجري فاول ما كلمته صح كان عنده طياره لعبه راح ركبها وجاي على هنا على طول ساقط على مصر يعني انا كنت على حجر الزراعه ف وزغلول اول ما عرف عطوه انت جاي النهارده نزل السوق اشترى طقم ب 25 جنيه والله العظيم يعني صار ب 25 جنيه بحالهم في عشان ايه انا لسه كنت بقول له انا عندي جاكيت زي ده الحمد لله انا ما جيتش بيه يعني ده ربنا كرمك كانت سمك الجاكيت هتبقى الطعم ده كله الطعم ده كله بالظبط 27 ونص طبعا 2 ونص في طربوش يعني انا جايب ده من العتبه بس زغلول من ايام 1900 ده لسه من العتبه ايوه اللي بقى جايبها من واحد ابو العينين كان متكورن عنده كورونا وفي الحجر الزراعي نط من على السور وكسر الزريبه الورانيه زي دبوره ابو الليل وجا عشان يحضر معاك الحلقه والباقي ثلاث والله على راسي حبيبي والله على راسي ده حبيبي على قلبي فشفت عليا النعمه حبيبي على قلبي بس ما تبصليش قوي على راسي ما تبصليش قوي يعني شفت كم يعني الناس تضحيات علشان يعني يجوا يقعدوا معاك النهارده والله يعني انا على دماغي والله على راسي لا احنا نحييهم بقى نحييهم بقى يا استاذ فادي احنا بقى معزوفه كده موسيقى نسمع الاستاذ فادي بقى احنا عايزين نسمع الاستاذ فادي يعني حي بقى الشباب دول بمعزوفه كده حلوه على الرايق خش يا عم فادي محمد السباعي من الامارات بيحيي الفنان وليد الحكيم احلى تحيه لمحمد السباعي والامارات وشعب الامارات وكل المصريين في الامارات اخويا طبعا ابو السيد محمد السباعي والحاج صلاح هارون واحلى مدينه قبطان اخواتي وحبايبي طبعا الامارات طبعا وشعب الامارات طيب محترم وانا بهي ولاد خالتي في انجلترا في الامارات قدام يلا باشا نقول حاجه كده على الرايق وعلى العالي كده كده. رقص الناس اللي في البيت احنا معانا نرقص معاك برضه احنا ايه يخش معانا احنا لو قلنا المايكات هتقع يا مخرج يلا Bye.
جدع. احلى تحيه عم زيد شهاب، عم زيد شهاب الناس من العلي اسكندريه وعسل اسكندريه عم زيد يهلا. هو هو كوميديا كوميديا احلى تحيه كوميديا. محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان هو. يلا 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 ابو العنين ارقص يا احلى ابو مانجو يا اسامه ابو مانجو حبيبي هو حكيم الصغير هو يا حكيم يا حكيم يا حبيبي يا منور هو هو نادر عبد الحميد والبلكي زغلول وام زغلول وام سعيد وكل الطابور في بني سويف والمنوفيه والاسطويه والدنيويه والعزيزيه كل هي في الحمديه. احلى تحيه لكل الطابور في كل مكان الاقصر اسوان المنيا اسيوط وسوهاج ايوب الجيزه 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 احلى تحيه لبورسعيد المينا اسكندريه معموره والمنتزه دمياط شرقيه منوفيه وبحيره بحيره احلى تحيه لبحيره وشعب البحيره والشرقيه وعسل الشرقيه والقدس وعسل البحيره بس خلاص شكرا خلصت. احلى تحيه. نسمع بقى حاجه جميله من الفنان بقى عشان احنا الوقت قرب يسرقنا. نسمع حاجه وندخل معانا بقى الجميل بتاعنا اسامه ابو مندو بعد 10 دقايق كده ونعمل بقى اغنيه نقفل بيها. يعني نسمع دي وبعدين ندخل ابو مندو نسمع واحده نقفل بيها مع بعضينا. هنسمع حاجه اسمها يلا لو على الرجوله. يلا على الرايق اتفضل يا فندم. لو على الرجوله انا هتكلم. لو على الرجوله اتكلم يا باشا. طول عمرك طول عمرك اصلي ومعلم. الله يكرمك يا باشا والله الله يكرمك. طبعا دي ده خاص لعيون احلى المالطا فندي طبعا وده خاص لاحلى زغلول وابو العينين وخواجه وده خاص محمد السباعي ومدينه قبطان والحاج صلاح حرور واخواتي طبعا وحبايبي. لو على الرجوله انا هتكلم. بس رأيك في المسا 100 100 كنت اشتغل معاكم بقى 100 100 والله 100 100 حبيبي حبيبي منين اهي؟ لو على الرجوله هتكلم دلوقتي ماتش جامد ماشي كده اثر الدنيا ما تعملهاش ده من مرتفع يعني هجيبك في الفرح لما اتجوز هجيبك في الفرح يا مرتفع يا مرتفع والحاج هشام ليبي طبعا والحوت وكل الناس اخواتي الكلام ده انا عامله طبعا اليوم 15 جنيه في جير عشان ده يلا ال 15 جنيه بتعمل لي ليه 15 جنيه انا يا ريس؟ بقول الدنيا حلا مال يا ناس ونقول لي مين دايمنها على الشمال وشمالها على اليمين شوية العيال وشوية العيال عاملين معلمين وشوية العيال عاملين معلمين لو عالرجول انا هتكلم طول عمرك اصلي ومعلم بقول لو عالرجول انا هتكلم طول عمرك اصلي ومعلم الاسم ده لوحده كفاية اتقال عليك يا ملط ألف حكاية الاسم ده لوحده كفاية
مطلوب صاحب جديد مع خبرة 10 سنين بإنه عاش بعيد عن دنيا الغدارين. يا ريت يكون جدع يكون راجل بجد، العزة مش بالصحاب العزة اللي سد. بقول مطلوب صاحب جديد مع خبرة 10 سنين بإنه عاش بعيد عن دنيا الغدارين. يا ريت يكون جدع يكون راجل بجد، العزة مش بالصحاب العزة اللي سد. ثمن البطولة انفجع اللعب والتنطيط، ثمن البطولة انفجع اللعب والتنطيط، وجرى علينا الزمن وبنمشي جنب الحق. ثمن البطولة انفجع واللعب والتنطيط، وجرى علينا الزمن وبنمشي جنب الحق. لك يلا نفسي، وانا نفسي الاقي واحد يخلصني يا دنيا نفسي. دلوقتي يا مامتي كل واحد يقول لك يلا نفسي، وانا نفسي الاقي واحد يخلصني يا دنيا نفسي. نفسي حد يحس بيا، نفسي قلبي يخاف عليا، نفسي حد يسقف ليا، نفسي قلبي نفسي حد يحس بيا، نفسي قلبي يخاف عليا، نفسي حد يحس بيا، نفسي قلبي يخاف عليا. انا زي ما في نفسي اخد حتى لو ربع اللي ليا. انا وافقت. خلصت حلقتنا، استنين هيخش بس معانا الاستاذ اسامه ابو مندو يخش معانا. هنختم باغنيه على التتر، دخلنا بس الاستاذ اسامه ابو مندو عشان نحييه معانا هنا في البرنامج، وننزل باغنيه التتر النهائي. تعالى يا ابني انت واقف جنبي هنا عشان خلصت حلقتنا. استاذ اسامه شيل المايك خلاص، يلا تعالى استاذ اسامه. استاذ اسامه الضيف بتاعنا النهارده اللي مشرفنا، يلا يا باشا. حبيبي يا فنان، اتفضل يا فنان، اتفضل. اهلا بيك، اهلا بيك، يا اهلا بيك، منور البرنامج. حبيبي الاستاذ حازم، واحلى برنامج، برنامج المالط، بالتوفيق ان شاء الله، واسس البرنامج كلها. الله يخليك، منور كده. الفنان بقى احكم انا بقى وبعدين تتغني. اظبط الاورج يا فنان. هو عندنا في الكنترول بره بيقول لك الوصله مش مظبوطه. طيب ايه تمام؟ مش تمام. طب نعمل ايه؟ ما نقفل الحلقه ازاي يعني؟ يعني نعمل ايه مع المنتجين والمخرجين بقى، ونروح فين بقى ونجيب منين؟ طب نغني من غير اورج، يلا نختم حاجه بقى، معلش يلا. طب يلا يلا يا باشا، سمعنا حاجه بقى نختم بيها. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا، استنونا الثلاث الجاي ان شاء الله، هيكون حلقه كبيرة وجامدة. وبشكركم، وكل يعمل باي بقى للمشاهدين، ويا رب نكون قدرنا نسعدكم يا رب. يلا بشكركم، شوفوا على خير الحلقة الجاية. يلا يا فنان. بشرب وارفع راسي وبرز قدام ناسك، هزوقك وهروقك وخلي قلبي يا ابو منصور. بشرب وارفع راسي وبرز قدام ناسك، هزوقك وهروقك وخلي قلبي على مقاسك. لسه الوحيد اللي عاجبني صفر قصر شايفني، انت الوحيد يا مرت اللي عاجبني ونظرتك بتشايفني، وحياة حلاوتك وغلاوتك هحلفك اوعى تسيبني، افتح لي قلبي.